ما هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما هبة حسين ومحمد عبدو. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. بحثت مصر وجيبوتي فرص التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي بصناعة البترول والغاز. وخلال استقباله نظيره الجيبوتي يونس جيدي، أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخي الداعم للأشقاء الأفارقة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء باحتياجات جيبوتي بالصناعة البترولية. من جانبه أكد الوزير جيبوتي أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة في هذا النشاط للعمل على أرض جيبوتي لنقل خبراتها وإمكانياتها. شهدت الرقعة الزراعية بمدينة تورسيناء توسعاً كبيراً ونجاحاً بزراعة العديد من المحاصيل على مدار العام. كان أحد أهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي، والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة. شهور قليلة تفصلنا عن المؤتمر العالمي قمة المناخ كوب 27، والذي يضع في أولوياته الزراعة والأمن الغذائي، حيث تعد الزراعة من أهم المصادر المسؤولة عن توفير الأكسجين وتخليص نسبة ثاني أكسيد الكربون لخلق مجتمعات نظيفة خالية من التلوث. ففي مدينة طور سيناء شهدت الرقعة الزراعية توسعا كبيرا ونجاحا في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام، وكان أحد وأهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي الكومبست، والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة. فالتسميد بالكومبست يحافظ على خصوبة التربة والاحتفاظ بالمعادن الهامة لعملية الإنبات، وأيضا له دور كبير في توفير المياه وعدم إهدارها. مدينة طور سيناء نجحت أيضا في حصاد العديد من أنواع التمور، من أهمها البرحي والمجدول، كما كان لأشجار الزيتون النصيب الأكبر في جنوب سيناء، فتختلف ثماره ما بين القلماطة والتفاح، والذي يتميز بكبر حجمه ويشبه ثمرة التفاح في بداية نضجها، والذي يستخدم للتخليل. من زراعة اللي ناجحة وثبتت وجودها جدا عندنا في طور سيناء زراعة النخيل، وخصوصا صنف المجدول نجح جدا جدا، وتبين ان له طعم ومذاق وصفات جودة مختلفة خالص عن اي منطقة تانية من مناطق الجمهورية عندنا في مصر. زيادة الرقعة الزراعية هدف تبنته الدولة منذ سنوات، وظهر ذلك جليا في كل أنحاء محافظة جنوب سيناء لتوفر الغذاء للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية. قال وزير الكهرباء إن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة. جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة الجيبوتي يونس جيدي والوفد المرافق له لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. إلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة. خسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 688.708 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 66% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. كما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.14 جنيها للشراء و 19.25 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.24 الجنيه الاسترليني 22.38 22.52 الدرهم الإماراتي 25.25 أخيرا الريال السعودي 5.12. في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تترقب السوق إعلان مؤشر مدير المشتريات الياباني ومؤشر مدير المشتريات الصيني ومؤشر أسعار المنازل ببريطانيا وغيرها من الأخبار التي تسهم في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ليسجل المعدن الأصفر 2743 دولارا للأوقية. محليا وصل عيار 18 إلى 928 جنيها للجرام، عيار 21 وصل إلى 1083 جنيها للجرام، عيار 24 1238 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8664 جنيها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، حيث تلقت أسعار النفط دعما من تنامي التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك بلس نحو خفض إنتاجها بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار بأسواق النفط العالمية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.4% لتبلغ 101.35 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.9% لتبلغ 93.73 دولارا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.27% لتصل إلى 3.95 دولارا للتر، في حين تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 86% لتسجل 9.29 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. تراجعت الأسهم الأوروبية بصورة حادة، بينما ارتفعت عائدات السندات بعد أن ارتفعت تصريحات صناع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم وسط تزايد مخاطر حدوث ركود. انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.8% إلى أدنى مستوى بأكثر من شهر. كانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعاً بنسبة 1.4%. كما قفزت السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى أعلى مستوى بشهرين. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ومحمد إليكم. شكرا لك يا رغد.